نشمر شكم شوي. شبيك؟ هاي ادخل ادخل، اجا اجا اقعد هنا، عايش من الباب. هاي اتفضل ادخل. Tu restes là-bas et tu ne bouges pas. OK. On reprend exactement la même chose. Tra. في عائلة محترمة جدا، أمينة طفلة من عائلة مجيدة، عائلة كان وريك قائمة الأنساب متاعهم، معناها تشوف معناها الكل بأسماء متاع عائلات تونسية، معناها بين دار صرافي مع دار صنيدلي مع دار بوليمان، معناها زليز والرخام والنقش حديدة والبير والماجن والقنارة والفركة، ماهوش حاجة غرابة عليهم. وقت اللي الوالد توفى كان عمري 19 سنة. الذكريات اللي معاه هي وقت اللي أنا كنت ناخذ له الكمانجة متاعو ونمشي نحضر معاه في البرايف متاع الرشيدية، لأنه هو كان قائد فرقة المعهد الرشيدي. يعني تصور أنت صغير ويحضر على النوعية كالمالوف، المالوف الكل التونسي كله في روحي. ها جمعية المعهد الرشيد من عام 34. بسم الله. هاي هنا هذه الرشيدية، هذه اللي كنت نجي لهنا انا وماما ونحضروا على الحفلات نتاع الرشيدية، كان بابا يقود الفرقة، كانوا هون يسيروا الحفلات. كنت تبدا شتاء الكلهم يتلموا لهنا ويعملوا البرايد نتاعهم، كان جو حلو زاد. ذكريات ذكريات يا ماجدة ذكريات. هذه لو هذه لو أنا كل ما نجي لهنا نحس اللي أرواحهم الكل موجودة لهنا، ملحنين الكبار متاع تونس روحهم ديما موجودة في كل باب، في كل عرسة، في كل شباك، في معناتها في المعهد هذا، لأنه كان بالحق كان ركيزة، وكان معناتها يتلاقاو فيه كل الفنانين، معناتها الحمد لله اللي قعد حتى لليوم موجود ويحافظوا عليه، وفما ديما يداولوا ديما يجيو تلامذة، وفما باش معناتها يجيو يقراوا ويجيو يدرسوا الموسيقى والطبوع التونسية، وهذا اللي لازم يكون، معناتها ديما فما اللي يجي الجيل الجديد يخلف الكبير والجيل القديم، واحنا ماشيين هكاك. نقرا في الكونسرفاتوار، نقرا في المعهد، ووحدي وحدي من غير ما عمري ما كنت نعرف اللي انا باش نولي قائده فرقه. نبدا في البيت قدام المرايه، ووحدي ناخذ اون باغيت ونحط
الديسك 33 تور معناتها في الوقت هذاك ويدور كانت سيمفوني نتاع بيتهوفن السانكيام سيمفوني دو بيتهوفن نحطها والبيت مسكره وانا قدام المرايه نعمل في الاشارات هذا هو معناتها بابا يطل هكايا بشويه ما يقلقنيش ما يحيرنيش وقت اللي توفى الدنيا الكل يعاود يدخل يقول لي صحيت صحيت الميزه نتاعو كرئيس لفرقه الرشيديه يعني كقائد فرقه الرشيديه في وقت ما كان سي قادولي يطلب منه دائما ان يعطينا شويه استخبارات لان في تونسي يقولوا استخبار ما يقولوش تقاسيم يعطينا استخبارات في الطبوع التونسيه فكان يعطينا من فيض اناميله ما يثلج الصدور معناه يريح النفوس ويشنف الاذان تحيه للروح السيد هذي حتى لو كان لقاك يصد منك شيء اش تعمل ياما مش تبطل تاخذ رويج وتشد الدار ولا من عشان تولي طبيبه ولا من عشان ايش تولي والا تعمل اللي عملوه في وقتها تخلي دارهم وتبعث رايبوها على عرض الحائط وتمشي تعمل اللي في بالها لكن وقتها ما تكونش امين اللي نعرفه احنا تويكا وجوده هو في حياتها بالصعب متاعه لكن بالصعب الفني مش الصعب مش قالها ليه ما تخش ما تغنيش من عشان ليه غني اما فما حدود تعرف مليح الموزيكا نتاعك مش متفدلكش يزمك تكون عارفة بلي قاعدة تقول فيه معناه يوجهها فأنا أقول لولا لحاطة قدر صرافي لما كانت أمينة صرافي في البدايات متاعي كنت كمطربة وعازفة في الأوركسترا السيمفوني التونسي من وقتها هي الفكرة متاعها اللي نتاع تكوين فرقة في مخها جات الفكرة باش تكون حاجة أوريجينال موجودة في الحقل الموسيقي كيف بدأت الفرقة بدأت فما أساتذة من الكونسيرفاتوار متاعنا أساتذة اللي كانوا معايا موجودين في الكونسيرفاتوار ناسيونال وتلامذة من المعهد متاعي لمينا بعضنا أورغانيست بيانيست قانون دربوكا دفتر أول عرض كان لينا في مهرجان المدينة كان عجيب به الناس فرحانين حتى احنا بيدنا أول مرة ما كناش نتصور باش يصير هكاك خاطر رمضان والليل كامل وإحنا نبرفوا كل سهرية لقات برشا صعوبات بالحق صعيب باش تلقى في الوقت هذاك بنات اللي يعزفوا ويكونوا متفرغين للبرايف متفرغين للحفلات متفرغين للسفر الصعوبة لقاتها في فكرة كونه المرأة ما تحبش مرأة أخرى تسيطر عليها ولا تحكم فيها ومش تحكم فيها هي لو كان أمينة ما جاتش كيف مش يقولوا من دو فير دون ان غوند فلور الصعب متاعها هي اللي خليت التو الآن العازفات موجودة وقائمة الذات يعني مش أنا عندي يوم حفل نمشي نجيب عازفة من هوني ولا عازفة من غادي لا اللحمة هذيك كي تكون موجودة العمل يظهر العشر سنوات اللي بعدها هذيك الابتكار الخلق وكان مع زوجي الله يرحمه سي فيصل القروي اللي أعطاه لون جديد للعازفات فكان الإنتاج عندنا إنتاج خاص بنا عملنا أنشودة لفلسطين عملنا تحية لجرش وقت اللي مشينا في مهرجان جرش عملنا تحية لقرطاج وهكا قاعدين نكملوا يعني في المنهج هذاك بمواضيع مختلفة بنكهة خاصة La 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 la
أمينة كان عندها من الشجاعة نقول أنا مما كان أنها مش تكون القائد لفرقة نسائية. شجاعتها أنها قامت بدور قائد الأوركسترا الفعلي، بمعنى أعطت بظهرها للجمهور وقادت الفرقة بالمجد. دراستي اللي تلقيتها في معهد الموسيقى بتونس تكوين صحيح مع أساتذة غربيين وأساتذة تونسة اللي لقنونا اللي اعطاولنا الموسيقى التونسية والموسيقى الشرقية والمقامات التونسية والمقامات الشرقية. هذا الكل يخلي باش نكون أنا مرتاحة في القيادة. فرق في الغرب وكانوا كلهم معناتها رجال ونلت استحسان معناتها دو غران شيف دوركستر في باريس واللي معناتها هما قالوا لي هذيك هي ثنيتك. الأوريانتال اخترتها لأنه حسيتها فيها شوية مني أنا. On critique ma vie mais on aime ma compagnie انا نغني وراني نعشق اش تحبوا عندي ما نعرفش جيم لا موزيك اي لو شان موا جو تروف سولا اي باتون كو فولي فو سي بيت بانال اي جو سي زوري. انا الاغنيه نلبسها لبسان وهذا يخليني اللي نكون فما انشراح فما تواصل مع الجمهور. كي تشوفوا يصفق كي تشوفوا شيق تشوف عباد معناتها قاموا وقعدوا معناتها هما بيدهم يصفقوا وشيخين عاملين كيف معناتها من طبعي. انا كل اغنيه نختارها راني نحسها كانش ما نجمش نغنيها. كل نهار سبت نبرفو كل نهار سبت عشية نبرفو سنوزا الدنيا جي كوراج. هو اللي حلو اليوم اللي العازفات ولات موجودة فيها الجدة والبنت وبنت البنت. قعدنا مع بعضنا حباب التوى كي أنا أمينة أنا أختها الكبيرة ولينا كومين فاميرا فرقة العازفات ستون استوار دو فامي. كانت الانطلاقة من معهد العالم العربي وثم معناتها تحولنا إلى العديد من البلدان وفي أكبر مسارح معناتها البلدان مثل روما مدريد في العالم العربي في البحرين في قطر معناتها في كل مكان وين مشينا كان النجاح لأنه كنت ذكية
في وقت نمشي البلاد الغربية نختار الموسيقى القريبة للغرب، مثلا على البيانو نحي أكل الأغاني اللي فيها برشا الأرباع. أني بنت الأوركست سيمفوني، فنلبسوا ديما أكحل أسود أو أسود وأبيض أو أبيض الكل أو أكحل الكل. فقلت علاش ما نخليهمش يلبسوا كل اللباس التقليدي التونسي، فهذا يكون حلو للسمع ومعناتها مع هذا حتى الواحد وقت اللي يشوف تابلو حلو. أمينة هي اللي بدأت، هي اللي تفكرت اللباس التقليدي، شكون كان متفكر قبل؟ أمينة هي أول عازفات ظهروا باللباس العربي متاعنا التقليدي. عملنا عرض متاع مادموزيل متاع لي زاني 30، لبسين متاع الكلنا متاع لي زاني 30. ما يخص اللباس، مدام أمينة هي اللي بحثت في الموضوع هذايا بجزئياته، فكانت تبعث لنا تصاور وتقول لنا هاكا اختاروا شنو اللي تنجموا تعملوا، فكل واحدة فينا أضافت من التصاور هذوك من لمساتها الفنية. فترة العشرينات والثلاثينات كانوا ياسر يركزوا على لي بيغل، يركزوا برشا على لي كولون هذوما اللي مشبكين احنا نقولوا لهم. في ناحية السبات عندهم يسر السبت في اللباس، كانوا يسر مغرومين بال هذوما احنا نقولوا لهم الشراشف، شدة الشعر يخدموا على شعر كاري. بحث دقيق الحقيقة فيما يخص الكوستيوم، وان شاء الله يكون عجبكم. فوالا 1 2 3 اي أمينة مع الصغار، صغار يحبوها ساعة، مخلف اللي يخافوا صغار ونقولوا يخافوا ما يخافوش، أما يحترموها. ستوب 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 ستوب، مرة أخرى أقوى شوية ريان، ليه أقوى شوية، بوم 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 أمينة نزاد لها ولايد وفرحنا لها. نهار أول مرة في حياتي ريتو قاعد على الكرسي اللي حطوه على الطاولة هكا يمشي يفطر، صغير ما يتكلمش.
نغزلوا يطبطب على الطاوله هكا كما يعملوا الصغار الكل. مي بودا ساعتها ماما اسمع فيه مي ريتمي استغربتها. قلت لها أمينة يا اخي ولدك يعزف. قالت لي في البيريود لا بيركسيون. الفن والحب للموسيقى اللي عندي هذا الكل معناها تعدى لي كله في الدم معناها خاطر ديجا عزيزي سي قدور سرار في الله يرحمه كان الملحن والعزف الكمانجة كبير برشا في وقته وأمي دامي من أسرار فيه وعن طريق الوالد زادة فيصل القروي ساكسوفونيست وملحن زادة هو. أول مرة طلعت فوق الركح كان عمري 4 سنين وبطبيعة معناها أول مرة تطلع تخاف شوية تدخل بعضك شوية يظهر حتى وقتها عاودت عزفت مرتين معني مرة الأولى هكا ضعت شوية وبعد كان معايا الوالد هو اللي من الأول سي فيصل القروي قراني وعاودت مرة أخرى تعديت من دي. ومن وقتها سي استنست أنا تو بالسن ما عادش معني يبقى شوية استريس ما عادش نحس بخوف كبير بالعكس كي نطلع فوق السن نبدأ لاز وشيخ معني قدور إصرار فيه موجود في أمينة لكن زاد موجود في حفيده اللي جاينا راهو يتورثوا هنا تلقى كلمة حلوة نتاع التوانسة اللي يقولوا اللي خلف بيت ما مات هنا دليل. احنا اليوم في دوار هشام هذا المكان اللي ما يبعدش برشا على العاصمة وانا كل نهار لحد نجي لهنا باش نأطر الأساتذة اللي درسوا في كونسيرفاتوار الحومة. الأطفال ديما معايا ديما معاشريني معناتها ملي أنا بديت المشوار الفني متاعي فحضوري في دوار هيشر ما هو إلا امتداد اللي عملته أنا ملي بديت المشوار الفني متاعي. مشروع هذايا كونسرفاتوار الحومة اللي بدا باتفاقية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وجمعية إندال العالم العربي كيف كيف وزارة شؤون الشباب والرياضة. المشروع هذايا جاء من بادرة من مدام أمينة سرافي يعطيها الصحة اللي خذتها هي على عاتقها. حاولنا باش ندخلوا في الحومة الشعبية يعني الشباب هذية المهمش المعروف عليه التهميش كيف كيف معروف عليه برشا الانحراف والتطرف العنيف حابين نغيروا النظرة هذية السلبية على منطقتنا. جاتنا مبادرة اليوم واللي هي الأولى ظهر لي على المستوى الوطني جات في دوار هشر قلت علاش لا أنا نولي ولدي اللي عمره 4 أو 5 سنين نجيب ندخله لهنا يتعلم الموسيقى. بالنسبة لي أنا الهدف اللي نوصل اللي الأطفال الكل هذوما اللي في المنطقة هذه يكونوا يجيوا للموسيقى ويعملوا موسيقى باش يبعدوا على كل ما هو خايب بالنسبة ليهم هما. اضطرت أنا نجي الكونسيرفاتوار الحومة في بلاصة ما نقعد في القهاوي ونمشي مع الأولاد فهمتني تولي يساعدني خير واحد يتعلم حاجة تصلح في حياته. الكونسيرفاتوار هذا مشروع ذا بعد الاجتماعي بعد الإنساني متاع أمينة سرار فيه معناتها من الأطفال عندي أنا لكلهم كيف كيف. أنا اسمي بيجد عجبتني الكمانجا حنا نقدنا نعزف عليها ديما نحب الموسيقى برشا ونعزف نحب نعزف كيف مدام أمينة برشا. ماذا بيا أولاد الناس كل في العالم أجمع يعملوا موسيقى